يعني يمكن هاي الأخبار عن جد عم تخلينا نتعرف هيك على شكل العالم خلال أزمة كورونا. حلو الموسيقى والفن كيف هلأ حتى يعني هون عم نشوف فنانين موسيقيين، ناس بتعزف، ناس عم تحط مسجلة ناس عم تكتشف مواهب وتهدي أغاني لبعض على البرندات. يعني حلوة كانت هاي الحالة. رح نروح لمحطتنا الأولى. دايما بتوجد مهام أكثر من الوقت المتاح، سواء كانت مهام شخصية أم مهنية أم علمية أم تطويرية وحتى هوايات. هذا الشيء بيخلينا نسابق الزمن لننجزها. اليوم في عنا فرصة إيجابية رغم أنه الواقع بمجمله عم يحمل النظرة السلبية على وقع الأخبار المتسارعة لفيروس كورونا المستجد، وضمن واجبنا بالتزام المنزل للحماية من انتشار الفيروس أصبح أمامنا وقت كتير طويل. فكيف ممكن نستثمر هذا الشيء وكيف ممكن نكون إيجابيين بالتعامل مع الوقت والاستفادة منه؟ الجواب مع مدربة التنمية الذاتية فاتن نظام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير والطاقة الإيجابية. يسعد صباحك. يمكن مثل ما قلنا بالمقدمة صار الوقت بالنسبة لكثير من الناس اليوم في وقت زيادة، يعني في وقت فراغ كثير كبير، وأغلب الناس بتحسيه هلأ مال بشكل كثير كبير مع التزام القعدة بالبيت. خلينا نحكي عن كيفية إدارة الوقت أو أهمية إدارة الوقت اليوم لحتى ما أحس بهيدا الملل مشان ما تسيطر علي الطاقة السلبية. أول شيء بداية قبل ما نحن نشتغل على إدارة الوقت بنعرف شو هو الوقت. يعني نحن كل واحد في عنا مختلف الوقت بالنسبة تعريفه من شخص لشخص. يعني في ناس مثلا عنده الوقت جوهري والوقت كتير مهم، يعني مثل مثلا إذا راح على اجتماع فهو بيجي بوقت باللحظة بالثانية أو يمكن يجي قبل. وفي ناس إذا تأخرت على الاجتماع لبعد نص ساعة فهي ما عندها مشكلة نهائيا بالوقت. فالوقت هو الحياة، هي بدنا نقول انه هو الوقت هو الحياه هو العمر اللي هو عنده بعد مثل اي بعد بالحياه. فهو ما له بس فقط لنظم وقتي او لحقق هدفي او لا بس لخطط. اذا هذا اللي حطيناه بهذا بس بهذا الاطار فانت ما عم تعرفي شو هو الوقت. الوقت ما تنقول نحن اداره الوقت، انا في عندي حياه، في عندي اسلوب حياه، في عندي مهام. وهلا حكيتوا انه عندنا هلا وقت كثير فاضي، وقت كثير يمكن كبير. فانت كل ما انت بتشتغلي على تقطيع هذا الوقت بالطريقه السليم بمعنى اضبط وجدوله هذا الوقت بمهام يوميه خلينا نقول. وهلا كل ما عم تمد، يعني هلا احنا الاثنين ايار وممكن كثير يمكن نخلص لشهر يمكن لبعد شهر رمضان، فانت صار عندك وقت فائض منيح. فانت هون بدك تشتغلي معناتها يومي واسبوعي وشهري، فانت هون تبدا عندك باكتساب إدارة الوقت بالطريقة السليمة. أكيد. يمكن فاتن في كتير من الناس بحكم شغلة وطبيعة شغلة شوي بتعمل حسابات بالوقت، ولكن في ناس بشكل عام كانوا متعودين أنه الحياة هي تمشي لهم أمورهم وساعتهم وعداد الوقت، أنه أنا خلص بخلص الوظيفة برجع بشتغل شوي بالبيت بقعد مع أهلي بيمرق الوقت خلصت. هلأ لا، صار في عندهم هذا الفائض اللي حكينا عنه. اليوم كيف فينا كل شخص يكون عنده هي المهارة اللي حكيتي عنها، مهارة إدارة الوقت؟ معناته نحن في عنا هلا شيء اسمه بدي احدد اولويات. يعني مثلا اداره الوقت، هلا انا بدلش عندي فائض. نحن ما قلتي انه نحن عايشين، في ناس مثلا بفوضى، انا بعتبرها هي فوضى. اللي هو عايش انه عايش يوم واللحظه وقته وعم يمرق، بس هو حقيقه هو لا غير غير يعني بتلاقيه منظم غير مرتب، حتى افكاره بتلاقيها فايته بقلب بعضها. بكل موعد من مواعيده هو ما له مرتاح لانه هو غير منظم، ما له مهيئ او عامل استعداد نفسي لهذا الموعد. فنحن بالنسبه للاولويات، الاولويات هي شيء كثير مهم. وحقيقه هلا صار عندنا فائده نحن نحدد اولويات، نهدى شوي، نروق لحالنا شوي، لان نحن كان في عندنا كثير قصص نقول ما عندي وقت هلا الى حتى تفكير، ما بدي افكر. فالاولويات شو هي؟ الاولويات اللي هي عندك مهمات وعندك وقت. يعني نحن بنقول لهم مثل شلون حاطين انه هيك مثلا وعاء كبير ازاز، هذا هو الوقت. وعندك المهمات اللي هي احيانا بتكون كبيره، هي اللي هي الصخر مثلا والبحص والرمل والمي. فانت اوريدي بتبلشي باي حاجات الأساسية اللي هي الكبيرة، اللي هي إذا أنت ما عملتيها بهذا الوقت بدها تصير كارثة معينة، أو يمكن تصير خطورة يمكن على بيتك على عائلتك. فنحن بنبلش فيها، بعدين بتبلش بالمهمات اللي هي بتكون كوارثها أخف.
بعدين بتبلشي يمكن بالرمل يلي هو بفوت هدول القصص اللي احيانا بتدخليش بحياتك اليوميه، هي اللي هي ما بتاثر عليك بالطريقه السلبيه حتى ما بتعمل لك مشكله. بعدين في عندنا نحن مهمات، وحقيقه هذا هلا لازم نكسب هي الاولويه، انه نحن ما كل شيء انا بايدي اعمله، بمعنى انا اعمل تفويض. يعني اذا انا هذا انا اكون مشغوله فانا بفوت حدا بعائلتي مع عائلتي انه انت ساوي. اول شيء انت منحتيه هيك مسؤوليه جديده، خليتيه هو انه ما عاد عندي الا وقت فاضي، فانا صار عندي عم تملي وقت لشخص ثاني، وبنفس الوقت انت كمان عم تريحي حالك. كمان بدنا نتعود على اولويه جديده هي كمان يلي هي قولت كلمه لا، انه انا هلا مالي فاضيه. فإن كلمه لا احيانا نحن انه هلا انت مالك فاضي عندك وقت كثير، خصوصي هلا نحن كلياتنا قاعدين بالبيت، فهو الفكره انت لا تقولي كلمه لا بالقوه. لا هي انه انت عطيه مثلا انه انا بدي شيء ساعتين ثلاثه لخلص الموضوع، فانت اعطيتيه كمان مهمه جديده. فنحن بهي تقسيم الاولويات بتعطي اريحيه الك وللاخرين اللي معك، يعني انت ما بتكوني اخذه كل المسؤوليات على كتافك نحن كست بيت، تمام؟ وبنفس الوقت انت قسمت المهام فصار في عندك اريحي والكل مشغول، ما عاد حدا حيصير عنده ملل او لا. يمكن في مشكله بتحديد الاولويات والاهداف، يعني اللي عنده مشكله باداره الوقت، في كثير من الناس اللي عم تتابعنا هلا في عنده مشكله اساسا بتحديد اهدافه واولوياته. يعني بتقول لك خلص نهار وما اشتغلت شيء، لانه انا ماني عرفاني اساسا حدد اولوياتي او حدد اهدافي. هون كيف فينا نساعد هدول الاشخاص فعلا بتحديد اولوياتهم بتحديد اهدافهم مع اداره وقت صحيح؟ بتعرفي نحن في عندنا شغله كثير فيها بيحكوا فيها العالم، طول مثلا ما بتحكي مع اي شخص بتقول لك انا بضلني مشغول، انا مالي فاضي ابدا، وحقيقه انت بتجي على يومياته هو ولا عامل ولا انجاز صحيح. فهو بس فقط حاطط بباله انه هو مشغول هو ماله فاضي. في عندنا قاعده اسمها 20-80 يلي هي احيانا في ناس يلي هي دائما بتشغل حالها، تمام، وعلى اساس هي طول الوقت مشغوله، ولكن النتائج تبعتها هي ال 20 وهي طول الوقت مجهودها هي 80. وفي اشخاص هي حقيقه بتشتغل يمكن شيء قليل بمجهود قليل بس هي نتائجها كثير باهره، وهون نحن بتيجي تحديد الاولويات. نحن ما تنقول تحديد الاولويات هلا في عندنا اسمه جرده جدوله يلي هي كثير مهمه، ما انت يكون في عندك نسبه الهدوء اكثر بالبيت، تمام، وانت عم ترتبي امورك. نحن اللي بقول لهم انه هلا كثير مهم تعملي جدول العلاقات، مو بس للحياه، جدول العلاقات كثير مهمه. نحن في عندنا كان علاقات حقيقه كانت تستهلكنا من طاقه من طاقتنا من وقتنا، احيانا انت تطغي حقيقه يمكن على بيتك مشان علاقات معينه يمكن تكون العكس. يعني هي أو كمان العكس. نقطه كثير مهمه، لانه في كثير من الناس بتقول لك انه انا بالشغل كانت علاقاتي الاجتماعيه ميته، او العكس بتكون العلاقات الاجتماعيه هي طاغيه على الحياه اليوميه. هي الفكره انه انت انا مطرح لانه كونك نحن قاعدين ونحن ما تكوني انت صريحه مع حالك، هو اداره الوقت هلا هي عباره عن اداره الذات بانتاجيتها وفعاليتها. انت فردي شو عندك علاقات، سواء كانت علاقات عمل بالشغل بالبيت، يمكن علاقات عاطفيه، اي علاقه انت عمليه مثل هيك جدوله، شوفي قد ايه هي عم تعطيكي وقد عم تاخذ منك. نحن كثير مهم هذا كلياته بيسحب لك طاقات، حتى انت ما بقعد عندك قوه التركيز على بناء الامور بشكل السليم. يمكن كمان فاتن خلال يعني هذا الوقت الطويل صارت الناس تفكر بالتصرفات وتعطيها كثير تحليلات وتفسيرات بالتفاصيل تماما. يعني لهيك يعني ولو هذا شوي بعيد كثير عن موضوعنا لليوم، نحن عم نحكي عن الوقت، صارت في ناس يخلق عندها الوقت مشاكل، يعني انه من كثر ما فكرت بالامور وعطتها ابعاد فاضيه قاعده فعم تفكر بكل شيء فصار في مشاكل. خلينا نرجع شوي اليوم للاشخاص اللي هن فعلا الوقت صار كثير كبير عندهم، الام اللي بالبيت خلصت شغل البيت هذا الاسبوع، الاسبوع الجاي شو بدها تعمل؟ مثلا خلينا نقول الموظف اللي هو صار شغله مكتبي، في بعض الموظفين صار شغلهم مكتبي من البيت اونلاين، صاروا يشتغلوا ما عم يقدروا ينزلوا على شغلهم، هدول الاشخاص كيف فينا نجدول لهم الوقت ونساعدهم بجدولات؟ كثير حلو سؤالك. هلا الفكره
نحن كنا عايشين بيوميات كل يوم وروتين حياة، نحن فجأة نمنا فقنا اختفى هذا الروتين. تمام. سواء كان الناس اللي عم تروح على شغلها، سواء الطلاب اللي عم تروح على جامعتها، انت فجأة رحت عندك كل يومياتك. طب انت هذا الفائض الفجأة خلق عندك، هذا شو بدك تعملي فيه؟ نحن في شيء اسمه عنا منطقة راحة. نحن بحياتنا كل واحد فينا، انت بتجي على الاستوديو عندك منطقة، انا بجي على الاستوديو بروح بجي، هيك يومياتك. فأنت هلأ هو عبارة عن تفكير خارج هذا الصندوق. أنا بدي أفكر خارج هذا الصندوق. أنا هلأ تغيرت نظام حياتي، أنا روتين حياتي تغير. فنحن في عنا شيء اسمه الوقت هو مصاحب للمشاعر. هذا الوقت كيف هو مصاحب للمشاعر؟ عندك الوقت هو اللي بيحدد لك المشاعر اللي أنت عم تحطيها بهذا الوقت، هي بتحدد لك الوقت إذا أنت حيمشي بسرعة أو يمشي ببطء. كيف؟ ما أنت تكوني عند الدكتور مثلا الأسنان، فأنت الوقت قديه بيكون عندك يا متعب وتقيل انه ما كانت تمشي الساعه، ما كان كذا. ما تكوني انت قاعده مع رفيقتك وقاعده ومبسوطه وسعيده، قد ايه الوقت بيمشي بسرعه؟ فمعناتها نحن عم يحكمنا الوقت هي المشاعر. نحن هلا حاطين مشاعرنا شو هي؟ نحن مالين وضايق خلقنا وعم نختنق وكذا. واحيانا كنا قبل ما نقعد بهذا بالبيت كنا انه يا رب هيك شي يومين ثلاثه يعطونا عطله ونقعد بالبيت. هي الفكره الاساسيه بيصير بالعكس كل شيء 100%. هي المشاعر انا عم بسحبها مع هذا الوقت. هي المشاعر يا انا بستمتع تمام قاعده وعم بستمتع بالوقت، او انا عم بسحب من هذا الوقت. فنحن قصه ما الملل او انا كيف بدي اقضي وقتي، هو حقيقه انت غيرتي روتين حياه. هلا في كثير صبايا هي المشكله اساسا يمكن حتى بالتغيير عند الاشخاص، يعني معودين على روتين حياة معين بيخافوا أساسا من التغيير وعندهم حالة الملل. هي هو نحن كلمة التغيير احذروا شو بتعمل مقاومة. يعني أنا معلي إذا بتريد هي حياتي، بس أنا اختفت كل حياتي اليومية كلها اختفت، فأنا عندي حياة جديدة، عندي روتين جديد. فأنت إذا ما خلقتي روتين جديد فأنت حقيقة بتعدي بدائرة يلي هو هلا عم نشوف نحن الناس. مشان نكون كمان واضحين، نحن في ناس من وقت ما صارت الكورونا هي حقيقه سكرت وقف الوقت عندها، عم يقتلهم القلق والترقب. يعني قاعدين طول الوقت بس عم بيتابعوا قد ايه نسبه الوفيات والاصابات، وطول الوقت اخبار كورونا. توقف الزمن، انا ما عاد يطلع بامري شيء، ما عاد اقدر اشتغل شيء. وحقيقه في ناس وبكره حنشوفها ان شاء الله، يعني هي الازمه هي حتضلها 100 سنه. هي مشكله مثل اي مشكله حتكون مؤقتة وحتتيسر بحالها، وحنشوف ناس حقيقة حتطلع من هاي الأزمة هي سابقة الآخرين بسنوات، لأن فتحت عندها مجالات كتير كبيرة. يعني نحن أنا عم تشوف صبايا وشباب حقيقة نحن عنا التعليم الإلكتروني عم يشتغل شيء مو طبيعي. يعني مثلا اللي هو حابب يعمل فوتوشوب، اللي حامل رسم، اللي بده يشتغل حتى خياطة تعلموا. وعلى السوشيال ميديا عم نشوف كثير جروبات وكثير من الشباب. فنحن تقدر تشغلي وقتك بعادات جديده وبمهارات جديده. اكيد يعني مو غلط ابدا انه نجرب شيء جديد. لا. نور انا مع التجديد ومع انك تجربي اي شيء كنتي حابه تعمليه سابقا، لانه الوقت هلا بايدك، فيكي تشتغلي كثير من التفاصيل. وهذا اللي بدي اعلق عليه. يمكن حكينا عن الطاقة السلبية، بس في بالمقابل طاقة إيجابية موجودة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. في كثير من الطاقات والشباب السوري عم يكون في عندهم كثير من المواهب عم يتم استثمارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عم نشوف جروبات كثير لكثير من الصبايا وللشباب، عم نحكي عن حالة العزف والموسيقى، عم نشوف كمان على السوشيال ميديا عم يتم عمليات كمان بيع وشراء، هذا كمان بيتم استثماره لو انا قدرت فعلا ادير وقتي بشكل كثير صحيح. هو حياتنا هلا حيفتح هذا المجال الشيء اسمه التسويق الالكتروني، التعليم الالكتروني، هذا كلياته هلا حياخذ المجال من اوسع ابوابه. مثل المهارات اللي عم تحكي فيها، حياتا نحن حتى في صبايا كان ما عندها وقت تعتني يمكن ببشرتها هي كمان عم يشتغلوا بهذا الموضوع. في صبايا عم ياخذوا حقيقه لغات وبلشوا هنا يتعلموا لغات حقيقيه وحتى بقوه، يعني حتى ما في مو بضعف. وانت بتتفاجئ بس تفتحي الشيء الالكتروني وبتشوفي انت قد ايه في برامج، فانت حقيقه بتستمتعي بكل لحظه. هو حقيقه الواحد هو شو حابب. يعني نحن بنقول الازمات هي فرص. انت عندك هي ازمه، فانت اكتسبي الفرصه منها وخذي الشيء اللي منيح. وحقيقه الايجابيات، يعني لا حطيت سؤال هذاك اليوم عن الايجابيات الكورونا، فاجأت قد في عالم عندها ايجابيات. في عالم حكت شغله انه انا اكتشفت اولادي، انا اكتشفت عائلتي، انا قعدت مع اولادي اكثر. فهي القصص الصغيره، طب هي معناتها فيها ايجابيات ومنضلنا بالبيت احسن لنا. اكيد. فاتن، بختام حديثنا لليوم، بتذكر قبل الكورونا لما كنا نكون معك باللقاء كنا نذكر دائما انه
اوقات كثير في شغلات هيك عم بتضيع مننا وما عم نحس فيها، ويمكن انشغالنا بالحياه عم بياثر. هلا لا صار في عنا اوقات كثير لا نرجع نحس بهذا الشيء. شو بتحبي تقولي لكل يلي عم بيتابعنا ولسه في قدامه فرصه خلال هذا الوقت الطويل انه يستثمر هي الساعات اللي عم تمر من حياتنا؟ حقيقه هو اول شيء بدنا نحط هي مثل الحلقه باذن الجميع، هي المشكله مؤقتة وحيتمشي حالها، ما في شيء دائم. شغلة تانية، هي الأزمة مثل أي أزمات، الأزمات هي فرص. أنت شو عندك كان ناقصك؟ وحقيقة الواحد يحقق بمجاله الدراسي، يعمل جدولة لأموره المشاريع. يعني هلأ في كتير عالم تقلك أنا كتير راحت مشاريعي وراحت أرزاقي، لا أنت رد رجع، يمكن أنت تتطلع في شغلات إيجابية كتير ما كنت شايفها أبدا. حتى أنت اكتشف عائلتك أزبط، علاقاتك، تعلم المسؤولية أكتر. وبنفس الوقت خلينا إذا نحن منحب بعضنا عن جد، حقيقة يعني صح مثل المدة الحجر الصحي، بس نحن خلينا ننتبه على بعض، منحب بعضنا، بتحب أولادك وأهلك وجميع، خليك بالبيت، هي أفضل إلي ولك، أحسن شيء. نشكرك فاتن نظام المدربة التنمية الذاتية على وجودك معنا، وتمنى من الكل يكون استفاد من هي النصائح بإدارة وقته وخلق الطاقة الإيجابية رغم كل الظروف. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، يعطيكم العافية. شكرا لك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. يسعد صباحكم. يسعد صباحي.